سلام البنات، جيسبر كاع راكم بيان. الوغ الفيديو تاع اليوم راح تكون تحويسه واحده اخرى في ولايه وهران، لا فيل دوران. بغيت نديكم معايا تحوسوا هنا كيما راكم تشوفوا رانا في الطريق. من قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد. الوغ كيما قلت لكم البنات، رحنا رحله لا فيل دوران، مي بلو بريسيزيمون بغينا نروحو بور فيزيتي لو فور تاع سانتا كروز وجبل مرجاجو، ولا كيما كل واحد يسميه العيدور، كل واحد كيفاش يسميه. هنا انا كنت ديجا نعرف هاد لي زوندوا، مي ما كوزين تو ما يعرفوش، دونك ديناهم بور اون فيزيت لهاد لا فيل بلوتو لهاد بهاد لوندوا. دونك كيما راكم تشوفوا هنا رانا مع طريق، جي سيي باش ندير لكم شويه لقطات البنات ولا الناس اللي ما يعرفوش وهران. هذه الجهه تاع كي تخرجوا من مستغاليم كي تدخلوا لا فيل دوران، ماشي برا برا، مي كي تجوا داخلين ماهيش برا برا، مي كي تجوا توصلوا لو سونتر تاع لا فيل دوران. دونك هنايا انا في الطلعه تاع وين نفوتو على الطلعه، كي نطلجو طالعين الجبل المرجاجو. دونك هنا رانا مع الطلعه تاع الجبل. دونك سي لونغ روت، طريق طويله بزاف باش تلحقو للفوق. او بروميي طو عندكم تلقاو سانتا كروز، ليغليز تاع سانتا كروز، ensuite تلقاو الجبل الفوقا لو سومي تاع الجبل مع الولي الصالح تاع عبد القادر الجيلاني، اللي ابخي راح نوريكم دي فيديو عليه ولا لقطات عليه. دونك انا حاولت ندير لكم لقطات كما راكم تشوفوا، مناظر خلابه بالبزاف، ساشون كو هنا كان حمان حمان يا البنات ما تامنوش، مي حاولت كمام ندير لكم لقطات من الفوق كما راكم تشوفوا هنايا نركبوا على المرسال الكبير. دونك فريمون بلادنا شابه بالبزاف، كامل الولايات تاع الجزائر 850 ولايه كامل شابين، وكل ولايه وعندها الشارم تاعها. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا وصلنا لو سومي تاع الجبل، وين راح تلقاو ان تيت اسباس وين تقدروا تفطروا باغ اكزومبل. حنا الاولى اللي طلعنا له طلعنا لهاد البلاصه بو بروندغ دي فوتو تاني باش نروحو نفيزيتو هاديك لا غروت، هاديك الصغيره سي اون بو دير اللي جايه في هاد لوندغوا. وهنا حاولت ندير لكم لقطات على المرسل الكبير كيما راكم تشوفوا، راه يبان لنا من البعيد، يبان لنا من البعيد لو بور. وهنا نظره الجهه الغربيه نورمالمون تاع لا ولايه، وين كاين البحر ايتو. هنا كيما راكم تشوفوا لا فيردور، فرانشومون الجزائر تاعنا شابه، ما نسحقوش حتى نروحوا للبلايص واحد اخرين باه نلقاو هاد المناظر غير في بلادنا ونحوسوا. هنا راني ديتكم معايا الجهه الزوجه، وين هنا تقدروا تشوفوا باغ اكزومبل لا فيل دوران. هنا وين تشوفوا لا فيل دوران بالبنايات، هنا نركبوا على لا فيل دوران كامله، تشوفوها كامل من الفوق من هذا لو سومي تاع مرجاجو. هنا جيت مهودة هذيك لا غروت، مانيش عقلة على الاسم تاعها كيفاش سموها لا غوت، الا تفكرت راح نكتبه لكم هنايا. دونك هي جايه في وسط الجبل، سي اون بوتيت غوت سي اون بو دير، بصح عندها مكان تاريخي هنايا في وهران وين يجوها الناس بور فيزيتي تاني. ودائما نقول حاجه، اللي
لي تغي دي تو سي كو البلاص لي زوندرو الناس ما يخلوهمش نقيين، كما راكم تشوفوا تلقاو البلاستيك مقلوس ان بو بارتو، الناس تكتف في الحيط. بلاصه كيما هادي سي ان اندرو هيستوريك، مكان تاريخي الواحد لازم يحافظ عليه. مش عارفه انا جو فوا با لانتيغي اللي واحد يكتب اسمها على حيط ولا جوست باش يخسر البليزير تاعهم باش يخسروا هذيك البلاصه وصاي. دونك هنا رانا في الدخله تاع تاع لا غروت. وهنا راح ندير بكم دوره خفيفه شويه في لا غروت الداخل. يا تي بو فير لو تور نورمالمون نورمالمون هنا تي بو فير لو تور. بسم الله ديروا لي ديروا الفلاش ديروا بلعت بلعت لكن جهة ديري فيها الدوري فيها هذا ما فيهاش مشي كبيرة مشي كبيرة خافت على لا غوش البنات كنا نشوفو نورمالمون هذاك سي لو فور تاع سانتا كروز. هذاك لو فور تاع سانتا كروز كاين ليغليز وكاين لو فور تاع سانتا كروز. حنا ما حناش لو فور مي بلوتو مانيش عارفه جو بونس با راه كاين لاكسي لهداك لو فور سي اون ا لو دووا او با، بصح حنا رحنا ليغليز. وهذا هو مقام تاع ولي الصالح عبد القادر الجيلالي. دونك هذا تاني مقام اللي عنده بلاصتو في مدينه وهران. هنا دينا اون بوتيت بوز البنات باش نفطرو، وبيان سور ولدي هو نفطر الاول ونسويت ما تيقوش نفوتو على وهران بلا ما ناكلو ولا ندوق الكارانتيكا تاعهم. دونك الفطور تاعنا كان كارانتيكا الساندويتش تاع كارانتيكا. وهنا هودنا ديريكتومون سانتا كروز الكنيسه تاع سانتا كروز. المعلومه تاريخيه برك، هاد ليكليس تاع سانتا كروز كانت تبنات من طرف لي فرونسي البنات اون 1850، نوها لي فرونسي اون 1850 ابري ليبيديمي تاع كوليرا. في هذيك لا بيريود كانت جات وباء كوليرا في لا فيل دوران. دونك يا يو بوكو دو مور، ناس بزاف ماتت في هذيك لا بيريود على مده عام كامل. دونك لي فرونسي بناو هاد ليغليز باش كما عارفين باه يديروا الطقوس تاعهم والطقوس تاعهم الدينيه ايتو. دونك بناو هاد لا سانتا كروز قلنا في اعالي مدينه وهران، وهذا كان في عام 1850 كانت الجزائر مازال ما داتش الاستقلال تاعها. ابري الاستقلال ليتو الجزائر استغلت هذا المكان باش يديروا وجهه سياحيه قلنا باش تستقبل السياح لي توريست ايتو هكا باه نبروفيتو او موان كوتي توريستيك. كما تشوفوا كنا دخلنا هودنا مع لي زيسكالي من الفوق حتى لتحت. وهنا راكم تشوفوا دونك كما راكم تشوفوا كان البريزيدون في هذاك الوقت مع لو بابا تاع هذاك الوقت دشنو هاد الساحه لي
سموها ساحة العيش بسلام. وهنا انا في وسط الساحة بلوز اكزاكتومون كما راكم تشوفوا الفوق سي لو فور دو سانتا كروز، مقابل ليه تشوفوا ديريكتومون البحر. دونك راح نديكم هذا لو كوتي تاع البحر وين ترقبوا على لا بلاج تاع وهران. فريمون هاد لوندوا سي ان لوندوا كبير بالبزاف، دونك عندكم كامل الجهات تقدروا من كامل الجهات تشوفوا لا فيل دوران، تشوفوها لو كوتي الغربي تاعها وتشوفوها من الكوتي الشرقي تاعها تاني. هنا انا في جهه المرسى الكبير كما راكم تشوفوا، نديت لكم هنايا بس قرب لكم شويه الصوره. فوالا البنات، جيسبر نكون شويه عطيتكم نظره ومعلومه على هذا المكان التاريخي في وهران. وهنا انا في طريق العوده من قبل ما نولوا المستغاليم قلنا نفوتوا على لو سونتر كوميرسيال تاع السانيه. سي ان سونتر كوميرسيال اللي حل صافي 2 ans، اون بو دير صافي 2 ans اللي حل في وهران، وفيها ا ببري توت لي مارك، فيه دو زارا، فيه كيابي، فيه ستراديفاريوس، فيه ديكاتلون، فيه كامل لي مارك اللي قادرين تلقاهم في الخارج راح تلقاهم في هاد لو سونتر تاع السانية. مالغري كو سيغتان بيرسون يلقاو بلي لي بخي تاعو سون ان بو شير كيما نقولو، غالي شوية، مي كل واحد و البيدجي تاعو، والواحد دي فوا يروح بوغ اون فيزيت هكا باه نحو على خاطرنا، ماشي مشروط الواحد يروح باش يشري، مي تاني واحد باش تكون عندو ثقافة تاع التحواس تو، والواحد باش يخرج يحوس شويه. دونك كيما راكم تشوفوا هذا هو لو سونتر تاع السانيه كيفاش داير من برا. الدخله تاعو شابه بزاف، عندكم ان باركينغ وين لي فواطور يقعدوا تاني تحطوهم في الظل اي تو، وتدخلوا تقضوا صوالحكم على غرضكم، سينو تقدروا تقارو تاني برا، مي دو بريفيرونس تقارو لي فواطور تاعكم الداخل في البرود. هنا دخلت معكم، دونك هذه هي الدخله، وغير تدخلوا جوست غير تدخلوا فوزافي ا دروات لا بوتيك تاع كيابي. دونك راح ندخلكم معايا الكيابي، راح ننسي كيفاش ندير لكم شويه لقطات من الكيابي ساشون كو تصوير يبغوش تصوروا جو سي با بوركو، مي انا غير باش ندير لكم لقطات باش تكون عندكم اون ايدي على واش راح تلقاو في لو سونتر هنايا. دونك كيابي فوزافي كوتي فام اوم اي انفون. كوتي فام شويه جو تروف كو لي بري شويه غاليين فرانشمون بور اون مارك زعما كيابي، ماهيش اون مارك زعما حاجه كبيره ولا، بصح لي بري غاليين من 3000 4000 دينار الحاجه كي والو. الوغ كو بور اوم فوزافي دي تروك حاجه عندكم شويه رخيص وشويه غالي، و بور انفون تاني كاين صوالح شابين بالبزاف ا دي بري ريزونابل. وانا غير تخرجوا ديريكتومون عندكم فوزافي لي سانيتير حاجاتكم، عندكم لي سانيتير بور فام اي بور اوم. Ensuite, photo, par exemple, un comme Stradivarius, site qui fait tenir des comme la patate. هاد المره كي رحت لو سونتر كوميرسيال هذا كانوا جابوا سلعه مليحه بارابور لا ديرنيير فوا كي رحت، كانوا جابوا سلعه مليحه، مي فرانشمون لي بري جو تروف كو غاليين بالبزاف. لا كونفرسيون كي يديروا بلورو للدينار يحسبونا هما لو بري تاع لو مارشي نوار، ما يحسبوش البري تاع لا بنك. هنا كيما قلت لكم عندكم لي مارك سيرجون ماجور
سيت اون مارك تاني غاليه بالبزاف، وين واحد يقارع غير لي صوت كاش ما يشري من عندهم. باغ كونطخ هاد لا بوتيك الينا انا جلام بيان، سيت اون بوتيك اللي تلقاو عندهم لي شوسور لي ساك ا تو بري، تلقاو عندهم الرخيص والغالي. دونك انا كنت شريت عندهم، راح نوريلكم ابخي واش شريت دو توت فاسون. دونك كنت شريت عليهم وعلى كيابي. راح تلقاو اوسي ان بتي كوان بور لو سونتر تاع اونو، دونك كانوا خاصينا كيلكو تروك، كنا باغيين نشرو الما تاني. دونك دخلنا لاونو باش نشرو صوالح خفاف اللي كانوا خاصينا. هنا دخلتكم عند بيرشكا، انا لا بوتيك تاع بيرشكا جلام بيان، تلقى عندهم دي تروك شابين ا دي بري تاني ملاح، تلقاو دي بياس ملاح. وهنا زارا قاد بلاصه كبيره في لو سونتر كوميرسيال. باغ كونطخ زارا كيما تعرفوا هنا في الجزائر لي بري تاعو غاليين 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 بالبزاف بارابور السالير تاع ان الجيريان، سي ترو ترو شير. ما تقيش تحط حاجه يدك على حاجه ولا ام 6000 دينار وطلع، دونك جو تروف كو سي تري شير. انا هنا وريت لكم لي لقطات كوتي فام، ما دخلتش كوتي اونفون اي ام، هنا بغيت باسكو كنا شويه مقلقين، دونك درت لكم لقطات خفاف باش تكون عندكم اون ايدي لي زافير لي قادرين تلقاوهم هنايا في هذا لو سونتر كوميرسيال. اي فوالا، هنا البنات جينا خارجين، هنا كامل مع الخرجه رحنا نحوسوا على لافواتور باش نقدبوا الطريق للعوده للولايه تاعنا اللي هي مستغاليم. هنا البنات في المرحله هذه بغيت نبارطاجي معكم لي بتي زاشا اللي درتهم، باسكو كنا مقلقين كما قلت لكم، دونك ما خديناش وقتنا مليح مليح باش نحوسو باش نقيسو، دونك ديت صوالح غير كيما هكا على اليد. دونك الحاجه الاولى كنت شريت ان شابو بور لا بلاج، شريتو على الينا وخلصته 1800 دينار 180000. بون عندهم بلوزيغ موديل، مي انا هذا هو الموديل اللي عجبني. باغ اكزومبل هاد لو موديل فيه ديجا بلوزيغ كولور، انا اختاريت هاد لا كولور. وما عند بيرشكا كنت شريت هاد تي شيرت اون بلون، هذا شريته كوتي اوم. دونك انا بغيت ان تي شيرت يكون عريض، ديته في الاكس ال وما قيستهش، مي كي وصلت للدار لقيته جاني شويه مزير، وانا كنت باغيه حاجه اوفر سايز. دونك حنوري لهم ابخي، هما عندكم لو دووا ترجعوا لارتيكل ولا تبدلوه، مي ما تفوتوش شهر ويكون لارتيكل جديد معناها ماشي ملبوس. دونك راح نرجعه ندير نهار ونرجعه لهم باش نبدله. وعلى كيابي كنت شريت لولدي دو شورت، هو في الحقيقه عنده اللبسايتو، مي انا شريت له دو شورت كيما هكا، ان شورت كولور اوني اللي نقدر نلبسه له مع
مع كامل لي بول اللي عنده. ولو دوزيام شورت سي بور لا بلاج. هاد لو باك تاع دو شورت خلصته 1200 دينار، 120 000. وهداك لو او بلون، هداك لو بول بلون خلصته 250 000. قلت لكم خلصته في الجهة تاع الرجال. كنت شريت اوسي ان تي شيرت بور مون ماري من عند كيابي اللي خلصته 1400 دينار، 140 000. وديته له في الاكس ال باسكو خفت شويه من لا تاي، دونك كبرت لا تاي. كوم عارفين في الخسيليتو راح يصغر شويه، راح يشرب لو تيسو. دونك فوالا البنات، كانت هاد لا فيديو تاعنا نهار اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. سلامه.